باه، خلينا نحكيو على الفرق ما بين البريك والكونتينيو. خلينا نرجع لك اللي كنا نخدموا فيها بكري، اللي هي الفور هذية. شنو الفرق ما بين البريك والكونتينيو؟ باه، مثلا اللي هي هذه البريك وهذه هي الكونتينيو. شنو الفرق ما بين هذا مزوز؟ باه، نقولوا مثلا نحب نطبعوا الاندكس هذا كم 10 مرات. واضح باهي؟ كيفاش نعملو هكا؟ نجي ونقول اطبع الاندكس. واضح؟ كان نجي ونخدم الكود نتاعنا، نحيو هذاما، نسجلو ونخدم الكود نتاعنا، يتبع حالنا 9 مرات هكا ولا باهي. شنو الفرق ما بين البريك والكونتينيو؟ كيفاش نستعملوهم؟ مثلا نجيو لهنا نعملو بوكل اف، تنجم على فكرة تنجم تعمل بوكل اف وسط بوكل فور. للناس المبتدئين اللي ما يعرفوهاش الحكايه دي، من الناس اللي تعرف المعلومه دي عادي. باه، قولوا اندكس ايجال ايجال 5. اذا الاندكس ايجال ايجال 5 ايكوال 5، اعمل لي بريك. باه، شوف كي نطبع شنو طلع لنا سي ال اس. شوف شنو عملنا، 0 1 2 3 4. وقت وصل للخمسة عمل هاك، خرج من البوكل ديريكت، خرج من البوكل ايف هذه وخرج من البوكل فور. واضح؟ هذا فيما يخص البريك. اجي مثلا نبدلوها كونتينيو، هذه استعملوها بارش اللي حكيت البريك والكونتينيو، خاطر باش تستعملها نهار اخر وقت تكون تخدم في البروجرام. تقول مثلا نحبك تلوج لي في وسط التابلو على حاجه، وقت تقل حاجه هذيك ما غير ما تقعد تكمل تخدم في التابلو وتخدم في البروسيس معاك، بروسيسور تخدم فيه معاك، اخرج من التابلو. وقت يكون عندك مثلا تابلو فيه 10000 اليمون، فهمت، وانت تلوج على اسم حاجه ولا تلوج على داتا معينه، فهمت، تقول له وقت تلقى الداتا ذيك اخرج من البوكل. ما فماش علاش تقعد تكمل تعمل في باركور نتاع التابلو، يعني ياخذ برشا وقت ويرزن عليك البي سي وكل شيء. ايش شوفوا كونتينيو، شوفوا الفرق ما بين الكونتينيو شنو. شوف شنو عمل، 0 1 2 3 4، وصل للخمسة ما طبعهاش. واضح؟ شوف كيفاش عمل هكا، كي يوصل للخمسة يتخلف هذا الكل، يتعدى هذا الكل كونسول بوان لوج الاندكس ويرجع يتعدى للسيس. واضح؟ 6 7 8 9، تعدى للخمسة ديريكت، ما شافهاش الخمسة. واضح؟ هذا فيما يخص الفرق ما بين البريك والكونتينيو، يستعملوهم برشا ولازم تفهمهم. هاي، إلى اللقاء.